اهلا وسهلا، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم من عجينه وحده. غنحضروا جوج ديال الوصفات. الوصفه الاولى غتكون عباره عن ملوي بطريقه طي مختلفه وجديده، وغادي نحضر معكم كذلك من نفس العجين عاد الملويه اللي غادي تطيب في الفران او المشلتت المصري بواحد الطريقه سهله وسريعه جدا، وكيعطي نتيجه هائله، كيجي رطب وخفيف بزاف ومقرمش. فخليكم مع الفيديو باش تكتشفوا الطريقه ديال التحضير ديالو، وما تنساوش الى عجبكم الفيديو تخليو لايك وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. فنبداو على بركه الله. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض الفورص، ما يعادل جوج زلايف، وزلافه وحده ديال دقيق القمح الفينو، معلقه صغيره ديال السكر، 4 معلقه ديال الملح، خماره ديال 8 غرام، وغادي نحتاجو واحد معلقه ما عامراش او 4 معلقه ديال الخميره الفوريه، ما كنكثروش، كنديرو غير واحد شويه. وغنحتاجو الماء اللي كيكون دافي او لا غير من الروبيني مع دابا الحال سخون. كنضيفوا الماء ديالنا على العجينه، كنبقاو نخلطوا حتى كتجمع، ومن بعد كندلكوها مزيان، كنعجنوها حتى كتبدا دير هذوك الفقاعات وكتبدا تطرطق لينا العجينه، وكتكون مدلوكه مزيان. هذا هو السر ديال الملوي او المسمن بصفه عامه، كيخص العجينه تدلك مزيان. شفتوا كيفاش كتكون مطاطيه ما كتقطعش. غادي ندهنوا يدينا بالزيت وندهنوا المكان اللي غنحطوا فيه كذلك العجين بالزيت. بالنسبه لهذيك الخماره راه ما درتهاش في العجينه، كنخليها هذيك، غادي نورق بها مع الزبده. في العجينه كنديروا غير واحد راس معلقه صغيره ديال خميره الخبز، ماشي بزاف، غير شي شويه، حيت حنا ماشي غرضنا به يخمر، خاصو ما يكونش خامر. كنبداو نقطعوا كويرات قد المشماشه، كيكونوا متساويين. كنغطي ندهنوهم بشويه ديال الزيت ونغطيو ونخليهم يرتاحوا. غادي نذوبوا الزبده، عندي تقريبا واحد 125 غرام ديال الزبده مذوبه حتى كيزول منها الماء ديالها. كنزيد عليها ديك الخماره اللي ذكرت معكم في الاول، كنضيف عليها واحد 4 كاس ديال الزيت، وغادي نحتاج شويه ديال الدقيق الفينو للتوريق. اول حاجه غادي نبداو ناخذو في الكويرات ديالنا بعد ما كيكونوا ارتاحوا. العجينه ضروري خصكم تخليوها ترتاح تقريبا واحد 15 دقيقه حتى 20 دقيقه باش كتعطيكم الطوع وكتسرح مزيان. فبالنسبه للطريقه مختلفه ديال هذا الملوي وسريعه جدا والنتيجه هائله، كدا غادي يعجبكم وغتبقاو ديروه. فغادي نسرحوا هذيك الكويره بشكل طولي كيف كتشوفوا معايا، غادي تعطينا شكل بيضاوي بهذه الطريقه هذه. غادي ندهنوا بالزبده ونرشوا بشويه ديال دقيق الفينو، ومن بعد غادي نبداو نلفوا فيها بهذا الشكل كيف غتشوفوا معايا في الفيديو. طريقه سهله وواضحه بزاف وسريعه وغادي تعجبكم. انا الصراحه النتيجه ديالها جات هائله، ما كيجيش الملوي ديالو معجن، كيجي مفرق وكيجي بحال الرزيزه بحال الخويطات وكيتنفخ حتى من الداخل. فكيف كتشوفوا معايا كنطويو الطرف ديال المستطيل، وكنبقاو غاديين وكنتنيو حتى كنوصلوا للراس ديال العجينه ديالنا. كيف كتشوفوا كنحصل على واحد الشريط طويل، كنقرصوا بيديا بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، كنضغط عليه وكندهن بواحد شويه ديال الزبده مع ديك الخماره، ومن بعد كنبدا نلفيه بهذه الطريقه هذه كيف كتشوفوا معايا. طريقه سهله بزاف. فبعد ما كنبسطوا كنبقى نلف وانا غاده حتى كنوصل للراس ديال الشريط، داك الرويس ديال الشريط. الا بانت لي العجينه منفوخه كنبقى نقرص بيدي بحال هكا باش كتجي مورقه، وكندهن بشويه ديال الزبده، كنورق، كنبقى غاده حتى كنوصل للراس ديال الشريط. من بعد داك الراس ديال الشريط كنديرو من التحت باش كيبقى ليا ثابت. كيف قلت لكم بعد ما كنوصل للراس ديال الشريط كنثبتو لتحت، كندخلو من التحت وكنحصل على شكل حلزوني كيف كتشوفوا معايا، وكنحطها على جنب وكنبقى مستمره بنفس الطريقه. كنسرح الكويره الثانيه حتى هي بشكل طولي، وكنبقى نلف. غنحضر الكويره ديالي كاملين، من الاحسن انا غادي نحطهم فواحد البلاطو او سينيه، واللي صوبتها كنحطها في الثلاجه او في المجمد حتى كنسالي. كل ما كانت العجينه بارده وديك الزبده كتعاود تجمع كيجي كتجينا نتيجه زوينه. كيف كتشوفوا معايا الكويره الثانيه حتى هي دهنتها بالزبده ورشيتها بالدقيق الفينو، ومن بعد كنسرحها وكنلفها على شكل حلزوني وكنحط كنحطهم. من الاحسن انا غادي نجمعهم ونديرهم في واحد البلاطو وفي سينيه ونحطهم في المجمد حتى كنسالي مع دابا الحال سخون،
باش نيت كيساعدوني حتى ملي نبغي نطيبهم. هنا غادي ندوزو للشكل الثاني، غادي نحضروه في الفران. كناخد 8 ديال الكويرات، كناخد الكويره الاولى كنسرحها بشويه ديال الزيت، كنورقها بطريقه التوريق العاديه بحال الا غادي نحضروا المسمن العادي المربع. كنرشها بالزبده مع الخماره، ومن بعد كنرشها بداك شويه ديال دقيق الفينو، وكنطويها على شكل مربع بطريقه المسمن العاديه، وكنحط على جنب. كناخذ الكويره الثانيه حتى هي كنسرحها، والكويره الثانيه غادي ندير وسط منها هاد الكويره هذه الاولى اللي طويتها على شكل مسمنه. كنبقى ندير وحده وسط وحده، طريقه راه واضحه. كنبقى ندير وحده وسط وحده حتى كنوصل للكويره الثامنه. الكويره الثامنه كتكون كبر منهم شي شويه، هادو كيكونوا متساويين. هاد السبع الكويرات الاولى كيكونوا متساويين، الكويره الثامنه كتكون اكبر منهم، باش هي اللي غتجمع لي هاد الكويرات كاملين اللي غادي ندير وحده قلب وحده. شفتوا معايا دابا الكويره الثانيه بعد ما سرحتها درت في قلب منها الكويره الاولى، وكنعاود نطوي على اربعه. فكنبقى هكا غادا حتى كنسالي، وكيف كتشوفوا معايا بعد ما ساليت حصلت على واحد المسمنه كبيره. كناخذها وكنديرها دابا وسط من الكويره الثامنه والاخيره اللي كتكون كبر منهم كاملين، حتى هي غدهنتها بالزبده ورشيتها بالدقيق الفينو. كنحط فيها هاد المسمنه الكبيره وكنطوي. طريقه الطي غادي تكون مختلفه، فتبعوا معايا. بعد ما كندهن بالزبده دابا غادي نرش بشويه ديال الدقيق الفينو، وغادي نحط هذه الكويره في الوسط، وغادي نبدا نرد عليها جوانب ديال العجين بهذه الطريقه بشكل عشوائي. ففي الاخر كتعطينا واحد الشكل مقاد، كتجي زوينه بزاف هذه المسمنه هذه، او ما يسمى بالمشلتت المصري. هذه طريقه زوينه وسهله، كيجي بها واعر بزاف. شفتوا معايا الطريقه سهله وبسيطه. دابا كناخذها ما غاديش نسرحها دابا، ضروري خصها ترتاح. كنديرها في السينيه مع هذوك الكويرات ديال الملوي اللي وجدت، وكنخليها في الثلاجه واحد 20 دقيقه و 30 دقيقه، اولا غير في الثلاجه لتحت الا كانت كتبرد مزيان. حتى كيبردوا ليا مزيان هاد العجينه تبرد مزيان، عاد غادي نبدا نطيب فيها، او بالاحرى حتى نبغي نقدمهم عاد غادي نبدا نطيب فيهم. البروده كتساعدنا الملوي او المسمن باش كيعطينا نتيجه هائله، كيجي مورق ومفرزين هذوك الطبقات. دابا بعد ما كتبرد لي العجينه شفتوا كيفاش ديك الزبده جمدات، العجينه ديالي ثابته، وحتى كتساعدني ملي كنبغي نورقها ونحطها في المقله. دابا غادي ناخذ نبدا بالملوي، غنطيبو هو الاول. فكناخذ القطعه ديال الملوي كنسرحها بشويه ديال الزيت، ما كنقرصوهاش بزاف، هادو راه كيجيو مليويات غير صغيورين باش كيجيونا منفوخين في المقله. كنسخنوا المقله الثقيله مزيان وكندهنوها كنرشوها بشويه ديال الزيت. كيف كنحطوا العجينه كنقلبوها، وكنبقاو غاديين وكنقلبوا فيها حتى كتنفخ وكتحمر، ومره مره كندورو في العجينه ديالنا باش كتجي محمره وكتجي كلها طيبه. كيتنفخ وكيجي من الداخل مرق ومفرز، وكنبقاو غاديين هكا حتى كنساليو، والنار كتكون متوسطه والمقله كتكون سخونه مزيان. شفتوا معايا النتيجه اللي كنحصل عليها، راه كيجي منفوخ من الداخل وكتجي ورقه على اختها. ملي كنتسالي في الطياب كنحطهم فوق شي منديل نقي او فوق ورق الزبده باش ما يعرقوش ليا، يعني تحيد منهم هذيك التكرميله اللي كتكون فيه. هذه هي النتيجه ديالهم، التتجير كيجيو رائعين وبنان ورطبين من الداخل، غير ما تقرصوش، ما تبقاوش تقرصوا العجينه بزاف تتولي رقيقه، خصهم يكونوا صغيورين. شفتوا معايا هنا كيف شفتوا معايا، كنضرب بالعجينه ديالي باش كتجي محلوله من الداخل. ملي كنحيدها من المقله كتجي خاويه من الداخل وزوينه بزاف. هاد الملويات مع برد ديالها تاي مشحر وشويه ديال زيت الزيتون كيجيو هائلين. انا كيعجبني ناكل الملوي والمسمن مع زيت الزيتون، كل واحد وحتى مع العسل كيجيو زوينين، اولا مع الفرماج، كل واحد والذوق ديالو. هنايا دابا كندوز لهذيك الملويه الكبيره اللي غنطيبها في الفران، كنقرصها حتى هي كنقرصها غير شويه ماشي بزاف، وكندهنها بديك شويه الزبده اللي بقات عندي مع الخماره، وكندخلها الفران سخون مزيان بحال غنطيبو الخبز.
شعل من الفوق والتحت، النار من الفوق ناقصه ومن التحت كتكون مجهده، حتى كيبان لينا تنفخ داك الملوي، هذيك الملويه ديالنا شفتوا كيفاش كتجي في الفران كتنفخ مزيان، هذا كيعني انها ناجحه معنا ومورقه من الداخل. عاد كنقصوا النار من التحت وكنجهدوا واحد شويه الفوق باش كطيب مزيان وكتحمر. ملي كطيب وكتحمر كنخرجها وكندهنها بشي ديال العسل او شي ديال المربى، كنرشها بشي ديال اللوز مهرمش ولا شويه ديال الكوكا، ولا خليوها غير هكاك، ولكن هي كتبغي ترش الدهن بالعسل او المربى صافي. وكنقدموها كتجي زوينه. هذا الملوي اللي وجدت معكم، تقدروا حتى تحتفظوا به في المجمد او الثلاجه، ديروه شي علبه واحتفظوا به ملي تبغيو كتجبدوا كتسخنوه في المقله، كيجي بحال الا يلاه عاد طيبتوه. وهذه الملويه ديالنا اللي وجدت معكم في الفران، كتجي خطيره بزاف، كتجي مرقه ولذيذه، كتقدم مع العسل. هذه اكثريه كتواتى مع العسل او المربى. فما تنساوش الى عجبكم الفيديو خليوا لايك وبارطاج، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.